اليوم نتكلم عن واقع تربوي منهار في العراق، والسبب في ذلك هو السياسات الخاطئة للقائمين على العملية التربوية. احنا الآن في منطقة حي التأميم، هذه المنطقة التي تقع في قلب مدينة السماوة، عندنا مدرسة النجوم. هذه المدرسة شيدت قبل سقوط النظام بأيام عديدة، ارتأت أصحاب القرار في الوزارة على تهديم هذه المدرسة وبناء مدرسة جديدة. أحيلت هذه المدرسة إلى شركة أنوار سرى التابعة إلى المرحوم عبد الله عويز، ومن عام 2011 إلى الآن تلاحظون أنتم عبارة عن مكب للنفايات والمياه الآسنة. تلاميذ من 2011 إلى الآن بكرفانات، يعني هذا شيء صعب. يعني حتى المناطق اللي يتعرض إلى زلزال أو إلى غرق يمكن إجراءات احترازية يخلون كرفانات لفترة من الزمن. التلاميذ يعني هذا الكرفان لا يقي برد الشتاء ولا حر الصيف، لذلك مطلبنا واضح هو بناء المدرسة. مجلس الوزراء وافق على بناء المدرسة بالطابق بعد إن كان بناء جاهز كونكريتي. نطالب من الشركة الإسراع في البناء، لأن 11 سنة وتلاميذ في كرفانات هذا أمر حقيقة غير واقعي وغير صحيح. الحالي منطقة حي التأميم، المسمات غسل التشحيم، احنا يعني أطفالنا يعانون صار لهم كم سنة. أنا شفتها أول ما بنوها المدرسة القديمة شفت بها عامل، بنتها الحكومة السابقة يعني خلال 4 أشهر احنا بنيناها وقعدنا بيها، وجتها الحكومة الجديدة أساس سوينا مدرسة جديدة، خلال أسبوعين تهدمت وانباعت أنقاض وشبابيك وبيبان. احنا هسه أطفالنا ظلوا يعني صار لهم 11 سنة، الله شاهد يعني هيك نخليهم ساعة مرة تكهربوا ومرة احترقوا كرفانات، ولحد الآن يعانون والله العظيم. شبه دراسة بناء مدرسة جديدة، يعني لازم يسوي لنا حل. صار لنا 11 سنة أطفال، يعني أنا عند أطفال راحوا المتوسطة بيها بالكرفانات، يعني كرفان تخرج جيل الله شاهد. يعني شبه تعليم، ماكو تعليم. احنا كنا طلاب تخرجنا عم من لا شارط، بس اخاف نبطلهم نتحبس. الله شاهد هاي اطفالنا كلها هسه يعني ما اعتبرهم طلاب. وبعد روحي نوجه الحكومه الجديده هاي لا تتشكل ان شاء الله، اي واحد يصير رئيس وزراء يسوي لنا حل التعليم. يعني اطفالنا يتخرجون الله شاهد اكو عندنا هذا ابني بالخامس دائي ما يعرف يقرا ويكتب، يتهجى يعني بالخامس دائي ما يقرا ويكتب. هاي جريمه والله العظيم جريمه، واحنا عن طريقكم عن طريق اي واحد سووا لنا حل هالمدرسه. يعني صارت مكبايات مال الزبال، يعني هاي جريمه والله العظيم. وشكرا لكم. احنا منطقه حي التأميم نعاني من المدرسه اللي بيها صار 11 سنه مفلشه، ما نعرف شنو الاسباب، يعني ليش ما يبنونها ما نعرف. بنونا بكرفانات، الكرفانات سندويش معرض للحريق، مره صار حريق فيه ها بس ربك ستر، ومره النتل والاطفال كلهم والله العظيم الصف كامل النتل ها، وبالصيف مراوح ماكو، يعني كاتم من الحر زين، صحيات ماكو والله العظيم، ابطاله ما ياخذون وياهم اطفالنا وياهم. هاي انتم بنص الولايه يعني مو بالقرى، القرى والارياف الله بعد الله يسعدهم، ذاك كنا جزء مدارس طينيه، بس احنا هنا بالولايه يعني مركز المدينه. ليش احنا عتبنا الاول والاخير على السيد المحافظ ومدير التربيه؟ يا مدير التربيه شنو شغلك يعني انت؟ غير مثل يشوفون المدارس يشوفون الطلاب زين، اكو طلاب 400 و300 نفر بالصف زين، هذا شلون يركز الطالب؟ بس فهمني شلون يركز؟ المعلمه شلون تركز يعني على 300 ترى 300 400 ما يصير. فاحنا مطلبنا ومناشدتنا لبناء مدرسه في حي التأميم. مدرستنا بالصيف حاره تقتلنا الحر، وبالشتاء بارده ونخاف حتى نداوم من المطر، حتى بالتواليتات ما بيها ماي ماكو، تغسيل نغسل ماكو، ناخذ معنا بطل دبه والله. ها شو تطالبون؟ نطالب بمدرسه جديده. ولا الدنيا حاره، من تجي الصيف الدنيا حاره، من ما ماكو مروحات ولا هاي، حتى ما نجيبه يعني حتى من هذا من نحر نجيب ماي ويانا.